البنك الأهلي اتعادل سلبياً مع الاتحاد السكندري في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 31 ببطولة الدوري المصري الممتاز، وبكده وصل البنك الأهلي للنقطة 34 في المركز 12، بينما ارتفع رصيد الاتحاد 39 نقطة في المركز العاشر. فريق سيراميكا حقق الفوز على بلدية المحلة بنتيجة 4-0 في المباراة اللي اتلعبت على استاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 31 للدوري العام. رفع سيراميكا رصيده إلى 44 نقطة، بينما توقف رصيد بلدية المحلة عند 24 نقطة. فريق طلائع الجيش اتعادل سلبياً مع فاركو في المباراة اللي جمعتهم على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وصل طلائع للنقطة 36 في المركز 11، فيما ارتفع رصيد فاركو ل 30 نقطة في المركز 15 من عمر المسابقة. المنتخب الأولمبي تحت قيادة البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب بيستعد للقاء الدومينيكان يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأولى لمجموعة الفراعنة، واللي بتضم كل من مصر وإسبانيا وأوزبكستان والدومينيكان في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. أدى اللاعبون تدريبات بدنية وقاموا بتنفيذ عدد من الجمل الخططية لتنفيذها في المباريات الرسمية. اتحاد كرة اليد أعلن تجديد تعاقد الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني للمنتخب الأول لغاية 2025. وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي حقق فوزه الأول في الفترة التحضيرية للموسم الجديد على غلاسكو رينجرز الاسكتلندي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين في إطار الاستعداد للموسم الجديد. فريق نانت الفرنسي المحترف في صفوفه النجم المصري مصطفى محمد خسر أمام هامبورغ الألماني بنتيجة 4-2 في إطار الاستعداد للموسم الجديد في المباراة اللي غاب عنها النجم المصري. وفريق أينتراخت فرانكفورت الألماني اللي بيلعب بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش فاز على هايسنشتام بنتيجة 12-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات بطولة الدوري الألماني للموسم القادم 2024-2025. مشاهدينا هنروح لفاصل وهنرجع بعد نكمل فقراتنا في صباح الخير يا مصر.